2 بيضة، 100 جرام من السكر، ثم لتر من الزبدة تكون مذابة، وهندوبها دلوقتي حالا. عندي كمان كيس فانيليا، قرصة ملح، كوباية من الشوكولاتة المبشورة أو الشوكولاتة تكون رقائق، يعني رقائق الشوكولاتة. عندي كمان 250 جرام من الدقيق الأبيض المنخول، كيس يعادل 7 جرام بيكنج باودر، وعندنا للتزيين شوكولاتة ملونة لأطفالنا الحلوين الجمال اللي بحبهم وبموت فيهم. الزبدة بتاعتي تكون طرية قوي، يا تكون مذابة قوي، وانا هخليها مذابة قوي عشان الكوكيز بتاعي يطلع هش جدا وطري جدا وحلو جدا. وهفضل ادوبها وانا بقلب الزبدة بتاعتي بالشكل ده. طيب لازم الزبدة بتاعتي تدوب؟ اه لازم تدوب او تبقى طرية قوي. يعني هنا عندي التكييف جمدها شوية، فافضل اني ادوبها شوية حلوين. عايزة احطها على العين، تيجوا معايا تميلوا معايا كده شوية، نحطها على العين اهو بالراحة رايحة. ثانك يو. اهو هاخد الزبده بتاعتي هتدوب معايا بالطريقه دي. هحضر انا العجان، احط فيه السكر والبيض وهخفقهم مع بعض، هيضربوا مع بعض تكون الزبده بتاعتي ساحت انزل بيها على طول. يلا بينا. صوت الزبده ده مغري، بيفكرني بحاجه واحده، واحنا بنحط عليه العسل وننزله على البغرير والبطبوط وداكشي الزوان وبوشيار. ويلي ويلي. هنا بقى خفقت البيض بتاعي مع السكر، هبتدي اضرب وانا بنزل بالزبده. يلا بينا وبالراحه. هاخد الدقيق بتاعي هنزل بيه كله مره واحده او مره واحده، معاه الفانيليا، الملح اللي بيعدل لي الطعم، والبيكنج باودر اللي ممكن نستبدلها بالبيكنج صودا. اوكي، وهضربهم ضربه بسيطه. بعد ما اقلبهم هضيف عليهم الشوكولاته بتاعتي، وادي احلى كوكيز جاهز عندنا لاطفالنا. ممكن هم يعملوه، احنا ندوب لهم الزبده هم يعملوه بنفسهم. يلا بينا. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.